للمزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بحضرتك دكتور، وكيف ترى أهمية المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية؟ واضح طبعا المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تهتم جدا بصحة الإنسان المصري بهدف الوصول إلى صحة أفضل ومناعة أفضل وسلامة أفضل للأجيال بشكل عام. بنلاحظ ان في اهتمام جدا بصحه المصريين، المبادرات الرئاسيه دي ابتدت تهاجم الامراض قبل حدوثها، اهتمت بمنع الامراض والاوبئه زي ما شفنا في كورونا، انتصرنا على كورونا مبكرا قبل اغلب دول العالم، منعنا الانتشار للكورونا، منعنا الانتشار الوفيات، حتى المتحورات الجديده ما قدرتش علينا، كان فيها حوالي 600 متحور للاوميكرون لم تنتشر في مصر مع انتشارها في العالم كله. يبقى ده كان دليل ان في اهتمام من الدوله المصريه بتعزيز صحه وسلامه المواطنين. التغيير الشامل في المنظومه الصحيه المصريه كان واضح جدا كمرايه تعكس اهتمام بالمصريين والمبادرات الصحيه الرئاسيه، تعزيز استراتيجيه الوقايه من الامراض ومضاعفاتها، نشر الوعي عند المصريين، اما المواطن يلاقي الدوله تهتم بالامراض بالشكل ده بيبتدي هو كمان يهتم بصحته على مستوى الاسره او الفرد او المجتمع، نشأت أجيال جديدة تتمتع بالصحة والعافية. يعني عايزين نتكلم عن الهدف من هذه المبادرة بالذات الكشف عن الأمراض الوراثية، إلى أي مدى يا دكتور هتحمي هذه المبادرة الأطفال علشان نصل إلى هذا الجيل الصحي الخالي من مسببات الإعاقة؟ تحرير الجسد المصري من الأمراض الوراثية مهم جدا، تهدف إلى خلق أجيال جديدة صحية خالية من مسببات الإعاقة، وده أهم حاجة بنخاف منها. مصر تقول وداعا للاضطرابات السلوكية، كتير جدا امراض وراثيه بتخلي الانسان بيدخل في تخلف عقلي وتاخر دراسي وهكذا، مشاكل في العضلات، العجز المعرفي، التاخر الدراسي، التاخرات في النمو، صعوبات في الكلام، صعوبات في المهارات الاجتماعيه، التواصل، مشاكل كثيره في الجهاز الهضمي ممكن تيجي زي صعوبه البلع او عدم القدره على معالجه العناصر الغذائيه، مشاكل في الامتصاص، تشوهات الاطراف والوجه، مشاكل في فقدان الاصابع او الشفه المسبوقه، اضطرابات الحركه، تصلب العضلات، مشاكل عصبيه، النوبات، تشنجات، السكته الدماغيه، ضعف النمو وقصر القامه، فقدان البصر والسمع، كل ده تبع الامراض الوراثيه اللي ان شاء الله هتختفي في الانسان المصري الجديد. يعني المبادرة بتعمل حاليا في مرحلتها الأولى بتستهدف الكشف عن 19 مرض وراثي لدى الأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات الصحة، كيف تساهم أيضا هذه المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بشكل عام بقى في تقديم خدمة أفضل لجميع المواطنين من مختلف أعمارهم؟ بنلاحظ حضرتك ان في الامراض دي كلها الدوله بتهتم بيها دلوقتي ال 19 دول، وواضح جدا ان احنا فحصنا 275,250 مولود، اهم حاجه فيهم زي قصور الغده الدرقيه الخلقي، اهميته ايه؟ احنا لو كنا حسبناه ده بيخلي الاطفال يتولدوا ويدخلوا في تخلف عقلي، تاخر جسماني، ممكن يعمل ولاده مبكره، انخفاض الوزن عند الولاده، ضيق التنفس عند الوليد، تباطؤ في معدل النمو، الخمول، الشحوب، زياده الحساسيه للبرد والامساك، واكثر حاجه التخلف العقلي. في مرض ثاني زي تضخم الغده الكظريه الخلقي، ده برضه خطر كبير جدا، انيميا الفوز ايضا ممكن ده بياثر على الاطفال بشكل عام ويدخلهم في مشاكل ومعوقات. ومش هننسى ان عندنا في العالم حوالي 7.5 من سكان العالم بيحملوا جينات المرض ده، و400 مليون شخص في العالم بيشتكوا منه. امراض كثيره جدا زي مرض ماذا اسمه البول القيقبي، البول القيقبي ده بيؤدي للغيبوبه والوفاه ومشاكل في الاعصاب. يبقى الامراض دي كلها اللي ما كناش متوقعين ان احنا هنلاقي لها حل اصبح لها حل، واصبحنا بنبحث عنها قبل الشكوى وقبل ما حتى المريض يعرفها، وان احنا نعمل البحث عن الامراض الوراثيه قبل ظهورها وقبل معرفه المواطن البسيط بيها، ده انجاز حضاري يحسب للدوله المصريه. صحيح. الحاجه الثانيه المبادرات الرئاسيه اللي احنا شايفينها دلوقتي بتنقل مصر من مصاف دول العالم الثالث الى دول العالم المتقدم المتحضر، وبكل فخر نرفع راسنا كويس جدا. ليه؟ لان اصبحنا الخدمات الصحيه في مصر هي على مستوى جميع المحافظات، بنهدف ان احنا تكون ممثله في ارقى الدول، بل احيانا بتكون افضل وارقى. أيوة. والمواطن المصري البسيط اصبح بيتمتع بمنظومه مش موجوده في اغلب دول العالم على الاقل الثالث. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، شكرا لك.